يبدو أن الصوت الشتوي الناعم على حد قولها سيغدو صراخا صيفيا غليظا بعد الجدل الذي أحدثت. ياسمين عز تواجه ورطة كبيرة لم يسبق لها أن وقعت فيها، فالنصائح التي كانت تمليها في برنامجها كلام الناس قد وجهت كلام الناس نحوها بالفعل، فأصبحت محل انتقاد كبير بسبب التصريحات الصادمة لصالح الرجال. عدة جهات رسمية أعلنت شنها حملة ضد الإعلامية المشهورة وصلت للمحاكم ومطالبات بوقف البرنامج من المركز المصري لحقوق المرأة. المتابعون بدورهم انتقدوا كلام ياسمين حتى أصبحت محل سخرية واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. من جهة أخرى قارن بعض المتابعين بين ما تقدمه ياسمين عز ورطوى الشربيني مقدمة برنامج هي وبس، واستغربوا عدم وجود حملة مشابهة لإيقاف محتوى رضوى المعاكس تماما لمحتوى ياسمين عز. هل الحملة ضد ياسمين مبررة أم مبالغ فيها؟ للمزيد تابعوا فيديوهات مجلة للا العروس الحصرية.